أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هو الدرس رقم 25 من دروس شرح الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله. أذكركم سادتي بخلاصة الحديث السابق اللي هو الحديث رقم 65. الحديث رقم 65 هو بلاغ، كي نقولوا بلاغ، أوصله ابن عبد البر في كتابه، من يذكرنا، في كتابه التمهيد. أي مثلا لابد أن نتعلم الأمهات، نعرف أمهات الكتب. مثلا كي نتكلموا في الفقه الحنبلي، كي نذكر المغني لابن قدامة معناه مرجع، سورس، مرجع، ريفيرنس، سورس معناتها مصدر، مصدر، سورس، مصدر. نقولوا هذا في الفقه الحنبلي. كي نذكروا مثلا البرهان، ذقوشو في علم الأصول، في علم الأصول للإمام الجويني، إمام الحرمين. كي نقولوا الإمام الحرمين معناه واش يجي لبالنا؟ قطب من أقطاب الشريعة في تخصص دقيق اسمه علم الأصول، أصول الفقه. أي رد قراكيب إلى قنسين كتب شغل سيدي ريفيرونس سيدي سورس إلى قادرين مصادر ومراجع في أذهاننا. كي نقولوا معنى كتاب له قيمته العلمية، اللهم دين التمهيد. التمهيد كتاب، من يقرأ هذا الكتاب يحظى بعلم غزير في دقائق الفقه. دغرفال، يعني نعطيكم مثال، الحديث في الباب القادم، الفصل القادم اللي ندرسوه، نلقاو ابن عبد البر يسفغد خطأ للإمام مالك، اللي هو الإمام مالك هو رائد المذهب المالكي، يعني أن بول قطب. ولكن ابن عبد البر فقيه مالكي من كبار فقهاء المالكية، ولكن هذا لم يمنعه باش ينتصر للحق، ينتصر للحق، سنذكره. ولكن هذا الخطأ وين؟ خطأ في الإسناد، خطأ في الإسناد، وسيأتي البيان إن شاء الله وقدر في بداية الفصل، الدرس القادم، مع الفصل، فصل خاص بالمسح الخفين، المسح الخفين، وهذا إشكال يطرح خاصة في الشتاء، أحيان يسكو هل يجوز المسح على الجوارب في تقاشير مخاطي، وقد أثرنا هذا الموضوع في الشتاء الماضي. نغل، لا لا، لازم الخفين للجلد سوغليم زيك مالان أولي ماكي إلا استخدام المدن إثورة ويثي استخدام نوكليم استخدام نتقاشر، تقاشر يعني يجهدني خشين أكا ولي شرقارة إلى آخره. هذا الموضوع سنناقشه في الدرس القادم. أي غرض كان سمحتي على هذه الإشارات، كي نقولوا البرهان إذا قنزر باللي في علم الأصول محواج مثل هذا الكتاب اللي هو لإمام الحرمين الجويني، يسعى كتاب اسمه الورقات، معناتها أي واحد بغى يقرأ خلاصة مركزة عن علم الأصول، وهو علم من العلوم الجليلة، من العلوم الجليلة في الشريعة الإسلامية، إلى كتاب الورقات مهم جدا اسمه الورقات، تقاشو في علم الأصول، اسمه سيدي موديول كل يونان دا يروح مديني مثلا موافقات دلمشتي الإمام الشاطبي، أبي إسحاق الشاطبي إلى آخره. أي غير مدينة كي وحدثني عن مالك أنه بلغه، حديث رقم 65، بلغ، البلاغات موجودة في كتاب الموطأ، وهناك من البلاغات من يعني أوصلها ابن عبد البر في التمهيد، موصول برواية عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدي الرواية التي بها أوصل الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد بلاغات
الإمام مالك في موطئه. إذن فهذا الحديث روي موصولا في طريق آخر كما ذكر صاحب التمهيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا. نعيد هذه الأحاديث لأهميته، وكل أحاديث مهمة يقينا، ولكن نركز على بعض الأحاديث لعلاقتها بحياة الناس. فدرس النقد حوايج الأمرين بصراحة، إنه استقيموا ولن تحصوا. ودي شفان ذا شو المعنى الاستقامة المقصودة هنا؟ استقيموا وبعدين ولن تحصوا، شو المعنى الحديثين؟ يعني وقال يعني الإخوة كشفانك شوية يتفضلوا تفضلوا ذا شو المعنى الحديث؟ استقيموا ولن تحصوا. أمك شو دي يعني استقيموا بعدين إيش ولن تحصوا؟ شو المعنى الاستقامة معروفة؟ الاستقامة في واش؟ الاستقامة في العبادات، في الطاعات، في الأخلاق والسلوك، في الحياة كامل. لأن الاستقامة مين يولي يشم للتجارة دي السوق؟ يستقيم. إذا كان واحد يدخل السوق ويكذب على الناس يقول لهم الطوموبيل هذه مشات غير 10,000 كيلومتر فقط، كان سيركال وترافيكي في الكونتور، هل هذه استقامة؟ إيش استقامة؟ استقامة في السوق، في الحياة، في الحياة التجارية للناس. الاستقامة في العمران، واحد يبين كعمران ويحترم قواعد العمران، الله يبارك. كما لم يحترم قواعد العمران شوية زلزلة صغيرة تفضح كلش، تظلم شوية ظلم الزلزلة مش طوح كان يغلد كلش، هذا شوية لا مشو السنارة، خطروا من السنارة والسنارة مثل دومان يزرنا مش وتقدرنا راه لي نورمي، تقدرنا ذي العمران مي الا قد خدمنا في راي نساز خدمنا 12 14، مي الا قد خدمنا شحال السيمان شحال كذا لي تي دو سول وكذا مش عارف كل شغل لي زارشيتيكت لي جيني سيفيل سكين ياك كل يوم دي الشغليز. الان ما بقاش يولا كيني ما كلش كل يوم في تخصصه. الاستقامه اذا في الحياه الاقتصاديه، في الحياه التجاريه، في إدارة شؤون الناس، تسيير لا جيستيون الشركات، وكنت حانوت حانوت نغلا استقامة تاع كوني نحن استقامة ساطة حانوت قال خرب ذا نفذو هذيك الشم أتفضل السلع وكتندي برا لي تروطوار كتشرم. مسؤولية من؟ لو أسألكم مسؤولية من؟ إلى فغسل غيك صورون يعني يخسرون لي تروطوار تظل تعديض سوار تروطوار الاستعمار يبي في مانيس اون بلوس السلعه تبان داك ورا برا زرنا كل غاشي ثورا باللي السلعه غي تيكسبوزي لي طيج تواغيت سير ديك الكونسير لهلي كتم قرانا اكيد ان الطب وبالاجماع وخبر متواتر انه ذنكني قود انت زمرتنا من خلال سوء التدبير، من خلال عدم احترام ليجيان وعدم احترام القواعد الصحيه. المسؤولية تمن ونهضر في السلع يعني بيريمي وكذا بيريمي من بعد تيكسبوزي تنزل تغن غاشي وكذا وكذا إلى أن يثنون كيف أي غران دم يظن عند غير المسلمين ونسافر الأمور يسعى حانوت ديوي السلعة يشم دخل حانوت فقط إذا غشو النظام أغرم يكسبوزي فينا وغبار يزان يتزيت وقياو كدوين الميكروب أرنو ذا لنسي هنا ماشي ياك حاشا عند قبل ذي رفض أغرم. وبعض الناس عادة لاحظوا لماذا أغرم التفضف السيسة دي السمي أربعة خمسة بغرم باش هذي درف ذي وثنى صنع صافي ماشي كان سي التجار مين مسي لي كليه مين مسي هنا إذا كان شوي لا في غير يكون صغير عليه ثنون تفضلوا مسؤولية من أنوي ريسبونسابل يلا تفضل سي لو كوميرسون لي سيرفيس كونسيرني بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا وعي، وعي مع لا ريسبونسابيلتي بارطاجي. يعني سي وسي كم تفضل؟ ترو فاكتور ليطا كونسوماتور. بارك الله فيك. ده السلطة. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. في الحقيقة يعني هذا الإشكال علاش طرحته؟ لأنه الصحة، لأن صحتنا في خطر. كلاون دونجي كلمان لا، ما كاين حتى واحد باسكو تسوى تشقى لا قشيش هذا اللي واغرو مسكين ويزرر غادي يرفد غادي يسرس في مغارين تلاوين وكذا إلى آخره. فغادي نغبلي النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا، ما لازمش نفهموا استقامة فقط في الصلاة في الطاعات، لا استقامة كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم استقيموا. لذلك مدينة ولن تحصوا، ولن تحصوا ساعة تصل المعاني المعنى غم زوارو. مدينة استقيموا معناه التزموا المنهج، معناتها لا تميلوا لا تميلوا لا تزيغوا إلى آخره. والكلمة يجي ذي اللغة العربية يعني كلمة تحتمل جميع المعاني الممكنة الممكنات، الشم ديال الممكنات. مثلا صاحب كتاب العين، لمن صاحب من المعجم العين؟ لمن مؤلفه؟ هذه بارمي لي سولستيم قرانين. مستحيل واحد يقول لك نعرف العربيه ما قراش هذا الكتاب. لازم يسمي الخليل بن احمد الفراهيدي، يسمي اسم معجم العين، معجم العين. أشار إشارات كثيرة إلى أن اللغة العربية فيها ألفاظ كثيرة مشتركة تحتوي وتستوعب الكثير من المعاني. كل معنى محتمل فهو مقصود، كل معنى محتمل فهو مقصود. ذي المعنى بوال مدينة استقيموا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المرة اللي فاتت حديث ابن عباس، إنك ليس هناك آية في القرآن أشد وأشق على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى فاستقم كما أمرت. ربنا يسير في صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرت. أشكون اللي يقدر يستقم كما أمر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبو بكر الصديق في الشيف نحكي سيد يعني فيما سبق، إن شيبتني هود وأخواتها، وصورة هود، صورة هود ثلاثة سلايا فاستقم كما أمرت. لذلك الاستقامة ليس بالأمر الهين، حاجة صعبة، ولكن الأمر ممكن والأمر محتمل. ثم ما نقولوش حنايا نوصلوا للطب يا ولدي، هذه الأمور بديهية يا ولدي، تروح تشري الخبز يا خويا ما تمسش يا أخي، ارفد وحدة الليتر، عندك نية تدي زوج ارفد زوج وديهم فرات، وتلاقي فيها مجال جانب تربوي تصرف كاع السيفيزم تصرف كاع فيها، جانب كما قال الاخوه بارك الله فيهم كاين مسؤوليات، والمسؤوليات هذه هل تنفذ ام لا تنفذ. ثم فعلا ان سيدنا عثمان قال من زمان شحال قرون قال لك ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. دونك اذا كان واحد سقم روحه بروحه والله ما يحتاج حتى عصا، ما يحتاج حتى سلطه، يا خويا مسقم روحو نورمال. كي اللي يطبق قانون المرور عادي، يحترم قانون المرور عادي، في الليل في النهار اش في اي مكان. اما اذا كان واحد يطبق القانون كي يكون بوليسنا كي يكون جدرمي وعلى بالكم واش كاين. لذلك هذو قرثان القران معنى في اذن هي مشكله حضاريه، مشكله تربويه، مشكله قانون التعامل مع القانون اصلا. يعني كاين اللي كل ما يشوف ممنوع يولي محبوب. رأيت الشاعر زمان قالها، قالك رأيت النفس تكره ما لديها وتحب كل ممتنع عليها. رأيت النفس ت
تكره ما لديها، أي إنسان يفسن كراهيث، وتحب كل ممتنع عليها، مفهوم. لذلك أعتقد أن الأمر صعب جدا، وكلمة الاستقامة ما نديروهاش فقط في الطاعات، والطاعات مطلوبة رقم واحد زيد، ثم أن الطاعات لها ثمرات. تسألي فروية عجبة، واحد كيغرس الشجرة عندها ثمرة، تزيد الطجرة تزمر تدفك زمر، تزيد تزدي تدفك تمر، وهكذا. ثان قلت تدفك الخرايف في غسيسين مما الطاعات تظليث، إن الصلاة تنهى يعني الفحشاء والمنكر. إذن دجاء صارت وحدها برك، وهي عماد الدين، كما سيرد بعد حين في الحديث. أعدت قراءته وشرحه لبيان بعض الأمور. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يناد ولن تحصوا، لن تحصوا، سعى المعنى الأول، لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة بحقها، ما تقدروش توصلوا إلى تحقيق أرقى مستوى في الاستقامة. خاطر الاستقامة سيدي نيفو 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 نيفو، هكذا كاين القمة لو توب. لن تحصوا، ما تقدروش، لن تستطيعوا أن تحققوا حق الاستقامة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك علماء التفسير قالوا بأن الأمر ليس محصورا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى ومن تاب معك، ومن تاب معك، إذن الرسول بالدرجة الأولى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والحمد لله، وطبعا تقيناهم في سورة هود رقم الآية لمن تذكر 112 في سورة هود. ربي القرآن الكريم يد اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني ثقي القمة. وما دون ذلك قال اتقوا الله ما استطعتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ميدنا لن تحصوا، يقصد المعنى وايض اللي هو ثواب الاستقامة. لا تستطيعون، لما تقدروش تعرفوا ولا تفهموا ولا تستوعبوا ثواب الاستقامة إن استقمتم. خطر الثواب لا جرس ذم قرآن، والعلماء ندم ماشي كان ذا الأجر يعني الحسنات وقي مطلوب، وما على بالناش. لو كان نقولك باللي واحد يكون مستقيم في المسجد، في الأسرة، في الطريق، في السوق، في الإدارة، ما يدير ما يحرقش لاشين، هذه كاملة استقامة، استقامة حصرة. لذلك ثواب الاستقامة إذن عند ربي سبحانه عنده ميزان لبارم تاع الحسنات، غير ربي اللي عارفه، غير ربي اللي عارفه. كيقرا في القرآن قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو كيفاش تفهم معنى الفلاح؟ ولكن ربط الفلاح بالخشوع ماشي بالحركات. في قاذني في سورة البقرة 110 أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بأركانها وسننها ومستحباتها وتجنب مكروهاتها وما تعلمون في الفقه، وقد درسنا هذا مرارا. لذلك غير ربي اللي عاد يعرف الأجر، إذن ثوابه كبير. هذا المعنى الثاني. كاين المعنى الثالث، أنه ولن تحصوا الراحة والسعادة اللي توصلوا لها كي تكونوا مستقيمين، نوليو أليز. شوف برك صح، يعني تشوف دعوة مستقيمة ما شاء الله، تروح للإدارة يقول لك نعم مرحبا، ثم يدير لك الخدمة نتاعك، دو تروا مينوت فرات تفرح، تخرج من الإدارة تروح باش تخلص تريسيتي ولا الماء، تلقى الدعوة لاشين محترمة ما شاء الله، مرحبا، الضحكة، البسمة، العسلمة خويا إلى آخره، تخلصها تجيب تقضي 4-5 شغالات باش تولي تقول يا ربي الحمد لله، تفرح. وكي تفرح تولي تمد الفرحة كيما يقولوا لي بسيكولوج، خاطر واش عندك تمدو. سمحوا لي أنا قلت لكم طنطروازور، ما قلتهاش هكذا، مانيش في والله ارتلوفة ظلام، ما والله والو، قولوا قال الله ولا ريح. بلاك يؤسفون باش نقول لكم لا أبوح بسر، أنه اللي صارت معاهم يصليوا كامل، ما يروح زي قنعوا نتايا، تقولوا قال الله تعالى طفلات الدين جامي، أو كي يسفك قلت ما كاينين، قلت ما لبس بها وراهي متزوجة وعندها ذراري، يجيب البراني يا ولدي ربي ما قالش على البراني، قال لك أختك ولو مش دير له، يا إما تقول له روح لا جوستيس روح تفوتو كاش 23 سنة ولا 17 سنة، يا إما تصبر لأنه هذا الطريق ولا غير واعر ربي يعلم.
وبالك يؤسفني باش نقول انه ماشي بسهوله واحد تقول قال الله يطبق. ماشي في الامور هذه درك ندخلوا للجامع باليمنى ونخرجوا باليسرى، هذه الحمد لله يعني لا باس نطبقوها، ندخلوا الفيسي كما شرحنا المره اللي فاتت الخلاء في 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 شرح سيدي خليل، تدخل باليسرى تخرج باليمنى لا باس. الامام كيصلي بيقول استووا استقيموا، نسقبوا الصف يا خي، يقول استووا واستقيموا يا خي، بعد يقول فان تسويه الصفوف من ثمن الصلاه. كان مره احد الصالحين راح يصلي بالناس قال استووا استقيموا ولا خرج، قال لهم كيف امركم بالاستقامه وانا لا لست مستقيما، يزمي مانيش فاض ما نصليش بكم. طبعا مانيش نقول ديروا كاع كيما هكذا، مي هذه لطائف باش دير مراجعات دير ريفيزيون. علاش قلت هذا الكلام؟ تقولوا قال الله تعالى، ربي قال المراه تورث شحال، تورث كذا وكذا، الرجل يورث شحال، طفل طفله مش عارف الى اخره، طبق. يقول لك نو ماشي في هذه واشياء اخرى واشياء، نسال الله العفو والعافيه. اذا كي تكون استحياتنا مستقيمه نكون سعداء، لن تحصوا السعاده تكون فيها باليز، تكون مرتاحين مهنيين وكذا وكذا. اما اذا كان تبدا غير لي بروبليم لونغواس لو ستريس الكاغط يخدموا في 3 مينيت يقول لك رجع لي بعد رمضان ان شاء الله، هاو البرومي شوك، تخرج من ثم تروح لجهه اخرى يعطي لك ضربه، وبعدين خرجوا كاع فشلنا كاع في حاله انهماك يعني حاله تعب وارهاق وعياء، وبعدين نرسل موجات سلبيه يسمى كل واحد يدمر واحد اخر. هذه على مستوى زيك القبائلي تقارن ثمطوث مسني ورقازيس الصبح ربا لي ساهل كلمه ربا لي ساهل تعطي له قوه خدمه فوز ثم ديث ميديوسا يغال ديعة سفيايا استني العسلامه قرنك ربا لي ساهل يتسك دفوذ العسلامه يتكسي غفلان. اما الا تفغ سلمحنا دوغال سلمحنا يشبه ربي بدون تعليق، كل شيء واضح. اذا هذه كلها معلومه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا في نفس الحديث واعملوا ذغذقي العلماء شرح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مادام قال واعملوا واعملوا خدمث، هذه الكلمه لغه تحتمل عده دلالات، العمل للاخره والعمل الدنيا. اعملوا معناه معلش تقول ربي كي قال في القران الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. كل المفسرين سلفا وخلفا قال لك الايه هذه لا تقصد الاخره فقط، الدنيا والاخره. القران يشرح بعضه بعضا، الدليل جابوا ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذمي لاخرث خذمي الدنيث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام مسلم وغيره ان الله يحب العبد المحترف، ربي حمل العبد يسعى الحرفه. قارن ذي في ذي المثل افوس يسعى الحرفه وريت الله زرف فيس يسعى الحرفه، ففلاح نظر بلومبي نظر تريسيان يسعى الحرفه يفوس الى قال ذي قيم. وسيدنا عمر انك ان الايدي خلقت لتعمل، ربي خلق دي فسني الخذمه واللي كان اثا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اف كان فوسي سيون يطفي سيوفا في ذراني ذاك الكفوس والكغاره انيس هذه يد يحبها الله ورسوله، روه الامام الترمذي في سنه وغيره. ربي حمل افوساكي وكذن في صلى الله عليه وسلم ايون الحديث واضح انيس افوساكي وثار جهنم تمس صافي العمل العمل. ما يجيش واحد يقول لك العمل مقصود الاخره والدنيا، امرنا بعمار الدنيا كما امرنا ايضا بعمار الاخره ان نخدم الى خارف النار. لذلك مدينا ربي سبحانه واعمالو يقصد كل شيء، وذلك ذاك الحديث مدينا واعمالو المقصود بذلك العمل الصالح. والعمل الصالح ماشي كان تعاون ضيق الليل تعاون الفقراء عمل صالح، تفنوض الجامع عمل صالح، تفنوض السبيطار عمل صالح، تعاون ريثا الدرث عمل صالح، مغذان موضان الى اخره، تخدمض الخدميك باتقان تفض تخدم بالكارلاج خدمي سوا سوا، لا تخدمضها فريد
خدمي سوا سوا، ماشي تخدم الساعة واضض قرني قبيلت يير الشغل يتسقال ذي بافيس، يير الشغل يتسقال ذي بافيس. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ترجمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقناه، نخدم الخدمة تقرز أما تظلي ثمذ العبادة النظم أما ذي الأعمال الدنيوية. لذلك ربي في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، وخير أعمالكم الصلاة. شرح الحديث على منهم الإمام الزرقاني، الزرقاني وغيره، ناند باللي أيغر، وخير أعمالكم الصلاة. خطر الصلاة ولا شو تيشفان الصلة بين الإنسان وربه. ناند متى فرضت الصلاة؟ في ليلة الإسراء والمعراج. ومتى؟ واش من السنة الهجرية؟ سنة قبل الهجرة، عام قبل الهجرة، عام قبل الهجرة. وخير أعمالكم الصلاة، غير الصلاة الصلة بين العبد وربه. الصلاة عماد الدين كما ورد في حديث آخر، تحت المرتبة الثانية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إن بني الإسلام على خمس بعد ليلة محمد رسول التوحيد تأتي الصلاة، ثم أن الصلاة تنهى كما قال القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره، ثم أن الصلاة هي المعيار، المعيار نتاع الصلاح ونتاع الخير ونتاع معرفة الله نتاع تقوى الله عز وجل، ثم أن الصلاة تذكرنا بإحسان بصلاح العمل في جميع الأعمال. واحد خرج من الصلاة لازم يخدم، يرجع للبيرو نتاعو يخدم سوا سوا، يروح للحانوت يخدم سوا سوا، ما يكلخش الناس. إذا شاف السلعة بيريمي وكذا وكذا هو يخرجها، يخرجها قبل ما يجيو لي كونترول وكذا إلى آخره، ماشي حتى يجيب الكونترول، باسكو واش يدير الكونترول وحده؟ واش يدير الكونترول؟ باسكو يشوف كامل. وبعدين هذيك نتاع الضات نتاع شكون اللي راه يقراها منكم؟ كاين اللي يقراها، اسكو العجيز يقراها؟ هتشري ديجا لازم دير اللوب، لا لوب معاك تقدر تقراها. اللي واحد عنده قلة البصر ما يقدرش، ولا لا لا، وقتاش تاريخ الصلاحية، نهاية الصلاحية باش تبيريمي، لازم بلا لوب هكذا باش تقراها. صافي كاين دي كونترانت، كاين يعني عقبات وكاين إكراهات لا يمكن. صافي إذن إذا كان هناك الضمير، خطر من واحد الشعراء دار واحد القصيدة اسمها الضمير المتصل والمنفصل، ضمير لا كونسيونس، وفي اللغة العربية كان ضمير المتصل وكان ضمير المنفصل، وظف المعنى اللغوي الإعرابي في الجانب التربوي. الضمير المتصل وليس على كونسيونس ثلايذس، ثلايذس تقوض ربي ديريكت، مش الميل الكنترول كذا. أنسي دو يساوى قيسي الخوف ربي، وربي ناد النبي صلى الله عليه وسلم ناد اتق الله حيثما، حيثما يجي يعني في كل زمان وفي كل مكان، زمكانية حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمدينا، شو الحديث دينا ترى في الفكرة اللي كنت فيها الآن الأخيرة يعني، بارك الله فيك، ضمير المتصل. الضمير المنفصل اللي لا كونسيونس يهضر عليها، برك لا كونسيونس، لا كونسيونس ثلا ثلا سنديهن ميمشي غورسي ثلا، وإذا قلت سيدي خدم الرأي مشكلة. وطبعا الشاعر عالج هذا الأمر بطريقة الشعراء، وخير أعمالكم الصلاة، أي غر سعيدة معاني. المعنى الأول هو هذا، أنه الإنسان ما يتظلى ويحت يعني تظلى في ساعة ثمرات في حياته، هذه قرزة ما داخل المخام، هذه برا، هذه السوق، وكذلك هي أكثر الأعمال أجرا، خطر الصلاة فيها الصيام، فيها الصلاة، فيها الذكر، فيها تلاوة القرآن، فيها الحج، فيها الزكاة، فيها كلش، وقد شرحنا ذلك فيما سبق. قراءة القرآن قراءة الظليث نغى القرآن، الذكر والتسبيح ربنا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في الركوع في السجود كذا وكذا إلى آخره. وبعدين كذلك ذكر الركوع ذكر السجود ذكر الدعاء، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، من مري قرف نادم سيدي ربي مري لي وهو ساجد. لذلك
يناد النبي صلى الله عليه وسلم وخير أعمالكم الصلاة، ثم في ذكرنا حديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت، إلى آخر هذا الحديث. قلنا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، والحاكم في مستدركه في الرقم 965 وقد شرحنا ذلك. ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدين النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها يعني على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أما سعد بن أري حفظا في الظليث رواه ابن حبان والدارمي والإمام أحمد في مسنده، كل هذا شرحناه. نبض آخر حاجة توقفنا عندها، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أكيد في الحديث رقم 65 في الموطأ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ذا شو يقصد داقي؟ أولا لا تقبل صلاة بغير ظهور، ثقيل الحديث شرحناه فيما سبق، حديث رواه الإمام مسلم رقم الحديث 224، لا تقبل الصلاة بغير طهور، زمان ذي الظل بلا الوضوء إلى قص الوضوء، أو بالطهارة الترابية عند توفر موجباتها أو المسوغات الشرعية اللي هي التيمم، ما ليس الأعذار. ولكن ذاقي شو دي قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد استدامة الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني مليح يون، والوضوء سلاح المؤمن، هذه اللي دائما نس الوضوء دائما متوضئ، ولما يخسر الوضوء في 9 الصباح تروح يغلظ إمارن طهر بعد الفجر تعدى، ولكن يحافظ على الوضوء. يخسر انتقض وضوء في 3 تمديث مازال العصر وحد يغلظ وهكذا. وطبعا تلقي وين الزمرن الناد بلي شو درت الزمرث هما الا يون ديجا الوضوء ينس تزمرث الله غالب ألم يدن الشيخ بالك عليك ديغلوظو وريزميرا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى التحسينيات ذي علم المقاصد، لا أنتم يقارن الضروريات، لا أنتم يقارن الحجيات، لا يقارن التحسينيات. الضروريات المحافظة على الدين من ضروريات الدين بجميع مقتضياته، الحفاظ على النفس من ضروريات، حافظ على نفسك، الحفاظ على العقل من ضروريات، الحفاظ على في قذاقي مرة ضروريات. هذا سنت الحجيات، والحجيات لماذا شرعت الحجيات في الشريعة؟ لماذا؟ هناك غرضان سببان، السبب الأول تفضل الشيخ، حفاظ على الضروريات. مثلا تصلي ضرورية، إذا كان دين الشرع لي ما يقدرش يصلي واقف ما يصليش، صافي لي مالات كاع حبسا، ورفع الحرج صافي اثنتان يعني ثمرتان كبيرتان. الثمره الاولى الحفاظ على الضروريات، حتى كرمكم الله الخمر ما لا يلقي قريب يموت شفاف يولي الشرف لي الحلال له، ولكن يتناول القدر الكافي لدفع الهلاك، أليس كذلك؟ أي غير يوالد الحلال إلا الحرام يوالد الحلال، حفاظا على النفس، وقل مقصود الحفاظ على الضروريات يخلي مسفهم، ولكن دينا ذي الحلال ذي الحرامي دينا ذي الحلال فورا. أي غير الضرورات تبيح المحظورات. من يذكرنا بالآيات؟ من جابوا الفقهاء هذه الآية هذه القاعدة؟ الضرورات تبيح المحظورات، أو الظاهر تقدر بقدرها. وفي قاعدة أخرى اسمها إذا ذاق الأمر التسع فقهية، إن شاء الله كاش نهار ندرس القواعد الفقهية وهي مهمة جدا، سيرا كريم تاع الشريعة أتصفض الشغل لرجل دو دروا قواعد. الحاجة اسمها الظاهرة تبيح المحظورات، الظاهرة تقدر بقدرها، إذا ذاق الأمر التسع، المشقة تجلب التيسير، وقد درست في هذا المكان في سنوات في 1997 وما بعد. بارك الله فيك، شكرا على الحضور والتذكير. يلا أنسيت بين الفقهاء القواعد باش سي قرايو القواعد كلام تاع الفقهاء، مين أنسيتي دبين سي القرآن السنة. نعم الآية وين جاية هذه الآية؟ سورة البقرة رقم الآية الله أعلم 173، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سورة المائدة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يوس سند فلا إثم عليه ورسالة ذنوب يوس لا يسند فإن الله غفور رحيم ذا غفر وحدس. ونفس الشيء يعني بالنسبة للسنة أيضا يسيروا لا تعسيروا بشوا تنفروا إلى آخره. أي رد فكر الأمر حاجيات نحواجي ثنت لرفع الحرج والحفاظ على الضروريات والتحسينيات. لماذا الشيء هذه من التحسينيات؟ الذي يحافظ على الوضوء من التحسينيات باش هذه الظال إلى قل الوضوء وقي من ضرورية لازم ما يصليش بغير وضوء. ولكن المحافظة على الوضوء ماشي لازم ماشي لازم. واحد بعد صلاة العشاء السلام عليكم يسكو كاع الناس كي يرقدوا يصليوا يرقدوا على وضوء؟ لا لا كان يقول كان لو كان نروح نتوضا يروح للنوم. ما ندري ما نتوضاش ما تتوضاش هذه سي دي زوبسيون اون بليس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم بونيس بارك الله فيك ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. الان دخلوا في باب جديد باب ما جاء في المسح بالراس والاذنين. ما جاء في الراس في المسح بالراس والاذنين. السؤال قبل ما نبدا في شرح الاحاديث الوارده في هذا الباب او في هذا الفصل في هذا الباب، اولا المسح على الراس شرحناه فيما سبق وامسحوا برؤوسكم. وين جاي هذه الآية؟ في سورة المائدة الآية 6. يخي ند الآية تنقي شرحناهم الآية الخامسة والآية السادسة. ذني لنت أعضاء الوضوء في القرآن ما يغسل ما يمسح من الأعضاء نتاع الوضوء في القرآن اسمها أعضاء القرآن. لذلك الفقهاء يقول لك ميمة ولا شمال ولا شمال عندك شوية قيس كاس اغسل غير أعضاء القرآن. مسألة فقهية دقيقة لازم تعرف عرف عن الحرج. ما يقول لك شو أنا نروح للتيمم ما تروحش للتيمم. يقول لك صافي لازم يكون عندي قرآن تاع ريت لو نص باش نتوضا. لا لا توضا بالكاس بأقل من الكاس. وش دير عندك ديزيتاب. المرحلة الأولى عندك الماء بزاف غسل كلش تعرفوا كيفاش تغسلوا الوضوء تعرفوا كامل. إلا ما كانش كاين غير شويه ماء غسل كلش ولكن مره اولي فمك تروا فوا اون فوا وذنيك اولي تروا فوا اون فوا كلش اون فوا اون فوا اون فوا هذا فرض بارك الله فيك. إما إلا ميمواكي الماء كاين غير شويه أقل غسل غير الفرائض فقط فرائض. ولا تلجأ إلى التيمم إلا إذا كان الماء المتوفر لديك لا يحقق الغرض ذلك تلجأ إلى التيمم هكذا. سيأتي البيان إن شاء الله في الدروس القادمة. ثانيا السؤال الآخر المسح على الإمامة ولي ممغارا ساعنا ثامن ثلاوين عندهم الخمار هل يجوز المسح على الخمار فوق الخمار بالنسبة للمرأة سفلان تمحرم ثم الخمار ينس ذاغ أرقاز سرتو قاعد يخدم ثلاثة أمامث وإن كان ثلاثة أمامين قليلة يعني ثلاثة أمامث هذه غلوظو مي بلصق الرئيس وليس كسارة أشابوني ينسى كذا ثلاثة أمامث مباشرة سفلة سفلة دونك سوف لان شاشيث يعني يلا شو ثولم ذي الامرين بلا شك ها ثولم مغار ها ثولم بلاك ثمطو ثم ثغلوظ وكذا خدم له موراي شو ثزرام ذي الامرين تفضلوا شو ثولم ديس يلها ويلهارا يجوزر يجوزارا تفضلوا منها تهضروا باش نستراح شويه ومنها تفضل نعم حسب الاستطاعة ايوه ولكن ممكن المرأة سلتو في الحج والعمرة وكذا تتوضا في مكان يعني مستور ماشي مستور راكم تشوفوهم الله يرحمكم يشوف كاع الظواهر ديال الجنازات في لوين كثرون وكذا كيني كيني اسيدي ما نمسح برغ فوق الخمار والسلام قياس على المسح الخفين الفصل القادم المسح الخفين هناك من قال بجواز ذلك اخي قرا واحد كي لبس تقاشير نتاعو لبسهم على وضوء يلا ها سيدي بعد كي يروح يمسح ما ينحهمش يمسح
على الخفين، ما ينحش التقاشر نتاعو غير الخفين نتاعو صافي. كاين دو القياس، قال لك القياس كما قال الحنابلة. لذلك المسائل الفقهية، الاختلافات الفقهية لابد ان تستوعب، واختلافات الفقهاء دائما نقول لكم اول اختلافات لم تكن عن هوى ماشي هوايين، خاطر كاين اللي يخالف واحد كاين هوايين نو، اختلاف عن علم وعن ادله. جمع الاحاديث يا اخي، الاحاديث لا يقول احد، لا يدعي احد انه جامع للسنه كامله، لا احد، لا احد، شكون يقدر يقولها؟ حتى من الصحابه، من الصحابه في عهد الخلفاء، خلف الخليفه الاول الثاني والثالث قرنس اللي ثغد ما يلوي السلام ان في صلاه يسلم، ماشي كل الصحابه يمشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طم، لا، واحد حضر هنا واحد حضر هنا والى اخره. وبعدين الصحابه تفرقوا في الامصار، كاين اللي بقى في مكه، كان راح المدينه، كان راح للشام، كان راح كل واحد من راح، من بعد كيفاه؟ لذلك جاء خدام السنه كمثل الامام مالك، الامام الليث، الامام احمد، الامام البخاري، الامام مسلم، والترمذي، والبيهقي، والحاكم وغيرهم، وسم خدام السنه، يبحثوا يتحقوا يحقوا الى اخره، الغربال يصفوا الى اخره، اذا في خدمه كبيره، سي با فاسيل. لذلك كل واحد واش المصادر اللي عنده، عنده لي سورس نتاعو، مصادره هو، قد يتفق وقد يختلف مع غيره من خدام السنه. لذلك الاختلاف ورد يقينا. كي تشوفوا الحنابله قالوا بالجواز، والمالكيه قالوا لا، المالكيه قالوا لا، وحتى الظاهر قالوا بنعم بالجواز، الشافعيه قالوا لا، وهكذا سنشرح هذا. اولا نبداو الحديث رقم 66 مباشره، واش يقول فيه؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، مسلم عبد الله بن عمر معناه ذميس بن عمر بن الخطاب، مسلم عبد الله بن عمرو، عمرو يعني الرانير لويس الواو، عمرو وكيد عمرو بن العاص، ذميس بن عمرو بن العاص عبد الله، وكيد قناص العبادلة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، اسمها العبادلة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه، صافي الحديث هكي معناتها كان يجدد الماء للاذنين. سوالي من الوقاذ هذه يخدم مباشره يمسح الراس، اي اللي يقول لك شويه طبا ماني يروح سيمزاغيس ديريكت. نكوذي الحديث هكي رقم 66 اغدي قار فعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كما قلت لكم مرارا من الصحابة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع التفاصيل، حتى في الأمور غير المأمور بها، مثلا يلحو يلحو فتزمور فزديث أسنيني أنسي قعد الرسول السيا أدروت ناقوش، ما عندهاش معنى، يعني ما عندهاش معنى، ما عندهاش من الناس أدروات هذه عندي أدروات، يعني يدقق مليح. فبالتالي إذا ما نوض صلاة النوافل بعد الجمعة، لكن شوفوا الناس نصليوا الجمعة غاشي معمر، وكاين اللي يروح يدير نوافل، اللي يدير نوافل يا أخي كم شوفوا يجينيو هذوك، يجينيو كملت الصلاة خلاص الجمعة روح لدارك، حبيت دير السنة ديرها في دارك، يقول لك حبيت نديرها في الجامع ريح. يا عبد الله بن عمر قال لك كان يصليها هو بعد انصراف الناس، يدير النافله ركعتين هو بعد انصراف الناس، الناس من الجمعه ولا الجامع ماشي فارغ، مي برسك فارغ، يعني معظم الناس راحوا، كيبقاو العدد قليل عادي يصلي وما تجيني حتى واحد وما يجينك حتى واحد. حينما سأله أحد الصحابة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لاحظوا دقة، وكانوا يدققون النظر، يوالات يطبق على طول، وفيها حكمة. الآن نلمس هذه الحكمة في حياتنا الآن، تلقى أحيانا كملوا صلاة الجمعة والناس هنا وكذا يشوفوا بعضهم البعض وكذا، تلقى واحد يصلي ويدير هكذا وراكم تجريوا فيا وكذا إلى آخره، بلا فقه. المشكلة كلها أنه
إما يون سلسيفي زمينس يحذق يخي قرني استقبالي الزربي وحديق الزربي وحديق يحذق يوالا بلي جن يسني مانيس إن غادي ليس على الفقه إما الفقه نغل حذقة يودك سنتيم ولا شيء سنتي سنات دغا ما قالش الدهم ضيدني قارن صافي كان يأخذ كان إذن عبد الله بن عمر بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه صافي إذن كان يجدد الماء مريم سحكني يقرص سوامان ذا المسح ماشي تاردة من بعد أدير نوامان أدي عوذ أمان جديد يجدد الماء لأذنيه وقيل المقصود بالمناسبة يلاحظ كيفاش تمسحوا الأذنين مثلا تفضل كيفاش تمسحوا الولا غير مليح ايوه ايوه كمل ابن عمر ابن عمر يلاحظ باللي انك اضاضك سداخل الابهام سي برا هكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي دقيق على بالك فريمون راه دار دقيق يعني كونسونتراسيون يدقق ابن عمر هكذا يفعل النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي في الصلاه رايتموني صافي تثبتوا بذا بالرؤيا والصلاه مما يرى والوضوء كما في حديث عثمان بن عفان حديث طويل في كيفيه الوضوء احضر اناء هو عثمان بن عفان احضر اناء توضا 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 يكون ديتاي تيوري براتيك اسمي فوك انس هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا اكث ولخ مقل كان الدقه اذا على فكرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه يثقم شي سقار انتك في الكتب تصف السبابة يسمى ثقي أكن رأي وقم شي سقار الإبهام الإبهام ولكن بعض الصحابة ماشي كل فدل الناس اسم السبابة خطر ثقي تسقال نيس زيه شكرانيس ظهر في ورد ضيورة يقول ما يخدم مكة هذه الصر ربي هذه الصر ربي خيرتي فر هذا فر سمنا الشاهدة قل كان الحلقة لا إله إلا الله سمنا الشاهدة تجي معلومة كانك يعني الحديث وايض صافي إذن هل إذا كان واحد لم يفعل هكذا خطر في كواسي ديفيسيل ستوني والفلة تجيز داخل وقسو فلة هو سرعة كل الريتم يجوز ولو كان سواقي معليش يجوز عادي وقد أجاز ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أجازه الصحابة ما تجي يجوز تجي يجوز أي غير دنيا كا باش نتسعوا على السونسينيك ديال المخنق السونسينيك خاطر برمي المشاكل اللي تصرى بين المسلمين السونسينيك لكن هكذا يا ولدي ماشي كاين أحاديث أخرى أنت تعرف حديث واحد قريت ثلاثة أو عشرين الآخرين اللي ما قريتهمش صافي قرا كلش كي تقرا كلش تذهب لي هذه جائزة هذه جائزة والسلام عليكم وعليكم سفرت الحديث رقم 67 وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه إذن هذا بلاغ أو كي تسمعوا البلاغ لازم نرجعوا للتمهيد لا ريفيرونس يعني ضرورية كي تقرا الموطأ لازم ترجع للكتب الأخرى خاصة التمهيد لازم وقد وصله ابن عبد البر في التمهيد إذن هو بلغ الموصول فهو بلغ الموصول أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة هذا وصل العمامة عبد الله الأنصاري سئل استقسمت المسح على العمامة واحد كي يتوضا كي يوصل العمامة تاعو يمسح ماشي على راسه ديريكت يمسح فوق العمامة يعني هذه مسح سفلان تاع مامس نغ سفلان شاشيث نغ ثمطو سفلان الخمار نغ سفلان تمحرمث هكا باش نفهم نغ سفلان قلمون وقال يخدمنا قلمون وفرنوس ثورا لا انت ياكل مع شويه سواني فيد نعم كاسكيط اللي جان مين في كاسكيط يلا الكاسكيطه يلا سئل عن المسح على العمامه على العمامه فقال لا هذا صحابي جليل قال لا حتى يمسح
الشعر بالماء حتى يمسح الشعر بالماء، معناه ضرورة إمرار الماء على العضو المراد مسحه، خطر كان غسله إلى أذن ماشي مساح تارذا الغسل، ولكن أقروا ربي وامسحوا برؤوسكم. صافي الآية صريحة، والحديث ذاك يؤكد معنى الآية إن يسلى حتى يمسح الشعر بالماء. إلى الماء الذي يعدي السفلى يعني الشعر من فنادم وهو مسح وليس غسلا. وطبعا ابن الآية وامسح برؤوسكم الآية السادسة من سورة المائدة. إذن المطلوب هو مباشرة الرأس باليد سفوس مباشرة، ولكن سمحتي هذا الرأي رأي المالكية، المالكية المذهب المالكي عندهم الأدلة هذه منها، وجمهور الفقهاء أيضا وافقوا المالكية، والمالكية هم أكثر من رووا الأحاديث، يعني الإمام مالك اللي روى أكثر الأحاديث في هذا الموضوع وهو المعتمد لدى الجمهور. ما انت باش دينا يثمثان جمهور يعني من الحنفية والشافعية والمالكية وقياك الناند يمنع المسح على العمامة ولا على الخمار، يلق مباشرة مباشرة اليد للرأس للشعر، ولكن الحنابلة ناند يجوز المسح على العمامة. بين ديون الحديث ابن أبي شيبة، الحديث هو أثر لابن أبي شيبة، وهناك من صححه وهناك من ضعفه، وطبعا التصحيح والتضعيف وكذا صناعة كبيرة في عند علماء الحديث، صناعة مهمة ماشي كان كيعجب الدين ضعيف ما يعجبك الدين ضعيف الصحة، لا كثر الصناعة إلا أنت لو غربال لو غربال لقد استخدمه، وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق. يلا نكملوا. والإمام الأوزاعي كذلك مشى مع الحنابلة قال لك يجوز. الأثر يشوي اللانديس رأوا بعض الصحابة في السفر وخذ من مسحا فوق العمامة، فرد المالكية والجمهور قالوا إذا أجيز ذلك فيجوز رفعا للمشقة أو للحرج. يقول لك الردد يا رسم الأصل هو المسح، ولكن متى ننتصر لرأيكم ونعود لرأيكم عند وجود مشقة مثلا ضسميض أو حرج، ممكن المرأة باش تتوضا قدام كذا فبالتالي تستعدس في الخمار يمس. وأكثر من ذلك هؤلاء قالوا لماذا لا نستعين بالرأي الفقهي الذي يقول ببعض الشعر يجزي، خاطر نكون في المالكية وعند جماهير العلماء إلى قال ماذا القفا إخاك نسمى يسألي رتر ميس مدن شرح الآية السادسة من سورة المائدة نند الباء، الباء حرف يحتمل معاني هو من حروف المعاني، هكذا قلنا من حروف المعاني معناتها يحتمل الإلصاق ويحتمل التبعيض، إذن ما كان حتى حرج اللي يخدم كان كها هذه قرار أضاني ساكا شوية وفرت هكذا ولا يمسح فوق العمامة. ولكن إذا تعذر حتى ذلك يا سيدي نمشيو مع رأيكم، ونند الفقهاء السفر مدعاة الرخصة، شمت تلقيونا الباب أن السفر مادام هذا وقع في السفر أثر ابن أبي شيبة عن الصحابة رضي الله عن الجميع هذا ورد في السفر ذي الفواياج ذي الفواياج، وعادة الفواياج سعدي فاذر دار ميم فزاليف تروح السيار وهران فاذ كان سيتي زيوزو يدن الشيخ ذي بوخالفة يلا
تفض تفضل ضيحة موتان لو تسمو حموتان مثلا تفضل تلحوظ ثم ضربو خلفان ذراع بن خدا يدن الشيخ الطهور يجوز باش تزال كان ركعتين تقصير ويجوز ماشي غير التقصير الجمع والتقصير يجوز نيشي تزال ركعتين طهور وتر نظمي بالعصر ذي الوقت اني يدن الشيخ في الوحدة تزال طهور ركعتين العصر ركعتين وجمع تقديم سي بون تهنض تماما والسيضرة الوجه ذمتك بريئة من صلاتي الظهرين الندب اللي الظهراني يراد بهما الظهر والعصر أما كان يظل العشاءان ما الصدي هو العشاءان أكد في كتاب الفقة معنى المغرب العشاء عنده وقت مشترك المغرب العشاء العشاءان ما الصدي الظهران الظهر والعصر إذا ورد في معرض الجمع يعني أي غرض النغة أولا استفافر تحواج تعجبك فسوسه خفيفه رخصه اون فاف قبلت والنبي صلى الله عليه وسلم ناد ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه لذلك النقاش في يوم كان باختصار طوسي قال البوال مع تمس وضع الفقهاء تناقشن تقدر يعني تسوي لف كذا راي كذا فكر راي قرن استقبالي اولي تفرون اول علاش اللي يديروا لي المناقشه انا يوسي وسلم بظن ومن بعدين الفقه تنزلاتي الرأي إني يقف يتولد باللي دليله أقوى زفعيف ولا تنكر على غيرك ممكن إذا قلت صرحه أكيني اقتنعت بهذا الرأي بالسيف لا مصدف عمر إيه ولدك يا ذو ربي أي غرخ سنسينك نعم سنسينك يقلي وعر التفضيل السين الصياغة وزارة غارة بك السين الصياغة رتيك زيرت شحالي فردان أكين ليون أذغى يا حبسي إيه ولدي ماشي يوني قلان لو كان دينا يوني السنغ معليش أسن قبل مي باش ديني يولي قلان يا خاك سي حسن اذا تقبلت شنو يولي قلان خط اللي فرنا السنديون اللي السنغيون مي مدي الفقه التفضيون دينا غير السنيون الراي يوسن تمغريكين الذوا والباقي ما كاينش لا خويا سوس على بالك سوس على خاطرك ولي وسع ريو الميل وري قرار بكل صراحه فرميل ذا وري غراره يحذق شنو زري غرار ولكن ما إلا ولاش القراية ولاش الحذاقة يعني مشكلة سي بور سا نسعود المشاكل من ذي الجوامع هذه صار بثم ذي ثاك صار بدون ذي الآخر الحديث رقم 68 صافي ذاك مع الخلاصة نقولوا المالكية معهم جمهور الفقهاء قالوا ما كانش المسح على العمامة ولا على الخمار إلا إذا كان لمشقة أو لحرج أثنت لفافرس لمست ولكن عند الحنابلة بدون حرج على طول التفضيل مسح واللي يروح يعني وين كان الحال في السعودية أو في بعض المناطق تشوف هذا الأمر يديروا عادي العمام ليش يتكسرك من با شوف لك أنا كان مثل حظم لأنه قاعد يتكس يعني إلا وكي إلا وكي مع أنت مثل رضي في كسارة وسقرر الفلان يا رفع ركن سينا وين يا رفع وسقرر رفع إيه عند الحنابلة يجوز بالسلام عادي هذا الاختلاف ما ضرب بس ولذا كيفاش يقول القاعدة الفقهية القاعدة تقول يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف مسائل الخلاف لا إنكار لا تنكر على الغير هذا يجوز وهذا يجوز ترجح لديك رأي يعتمده كعين ربي ومن يتقبل الأعمال هو الله سقيم بمغار حفظ فلس يوسل أسقي حفظ فلس بعد الجمعة يبدا رفع الحجاف يسقسى فيه وناس شحال حجض يناس ينيد بون دينا ربعة مي يضرا شو يقبل ربي بقول لك انا لا شو يقبل شو يقبل لا ندري فظلت انك دين استغفر الله لماذا يعني يا ربي ما شوك نقصي قال واسمرون الرواتب واسمرون النوافل لا يغر باش نجفر شو لو مونكني نقصني قد نقصي قلنا دي الصلاة ونسأل الله القبول. حديث رقم 68 وحدثني على الملك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. إذا قلت لكم دو حوالي 20 صحابي يفعلون كذلك. هذا منهم عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هذا الحديث رقم 68 جبل ربي واضح يعني واضح وضوح الشمس الحديث رقم 69 وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد صفية قلت لها
تسمطوس نميس عمر بن الخطاب تسميس تسمطوس عبد الله عبد الله بن عمر تسمطوس ولكن في عينيك ولا رأيت صفية ولا تمطوس وتيلا عبد الله بن عمر ولا تنزع خمارها صافي شوفي هنا واكي يا رجا تمطوس تسغلوظن تتوالي نعم شاكي لا كان صغيرا كان صغيرا خاطر هذا الحديث يقول بس يونيك اول حديث يقول شكرا امك صحابي ينظر الى امراه ين تمطوس نار عبد الله بن عمر بن الخطاب زرد صافي يقي ميم لها مراه نس عمر سي خلص عمر بن الخطاب زعما شحال خلص 400 درهم يسيفك وعبد الله بن عمر انا سميت درهم سرا او دفتر خيال السرا اللي جالس مسؤول على تفضي الشيخ تفضي كاين كي تعمان في الكني يسدرت لنا 100 فراك راسك القرير الشيخ هكا ذي مغارب لا يجوز وكذا دحيس طق على منطقة ها القرير تنسنا سنت انا كون حرش نسي نزرال قبل تقول نخدم القرى ابري فكاس شنو واحد في كاس تاع عمام في كاس الذهب في كاس وشو تبغي اليس كذلك؟ هاو 400 درهم عمر الخطاب في كاس السليثيس كذا ها تقيد مهر نسيرني اسميتي وعبد الله بن عمر الراويس السيسن يونس سميت بوبكر بوبكر الصديق على تبرع يعني اقتداء بال الفالف بوبكر الصديق رضي الله عنه صفيه يا صفيه ولا سنافع الله يقول لك امك تمطو امك الصحابي تولي تمطوس مستغلوظو يا ولدي لا مشطوح كان صغيرا نافع قيل لا مشطوح والصغار يجوز المراه تتوضا قدام الصغار نورمال عادي وزيد قال طرحوا مشكلة هل تجوز تقبل رواية الصغار حينما يكبرون؟ الجواب نعم أنعمه وباتفاق العلماء بشرط هذه وقشيش خاطر ذي 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 طرق الرواية بشرط هذه لي وقشيش يتوسم بالضبط يتوسم خاطر المورشة ببريكان دار من ذي الحكمة خذ الحكمة من أفواه المجاريد الحقيقة من أفواه الصغار أسيني ينسى ذاك ولا شيء فذو حسيني كي قرر ولا شيء سيديني كان كني وذي وقت من فرنسا وقت من فرنسا يون بقشيش ذا مشطوح يموث سبا يبغى ديني ثيذت يشمد العسكر يقول خام ذاك ذا مجاهد رانت داخل تسراف الحفراني أقششني الحرورس ميدي مس الخوف يغلي يموت هذه رواية بالتواتر يعني بقطعية خطر قشش عند زار الاستعمار من فرنسا نورمال عادي ريزنز مباشرة صفي وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية تزع خمرها ولكن تبع نهاية الحديثة الجواب في نهاية الحديث وتمسح على رأسها بالماء مع ذلك انفراد ميم ثمستني الخمار بنسبة الماء بنسبة المرأة ونافع يومئذ صغير هكذا ورد في الحديث ورقم 69 ونافع معناه يكسبك الشبهاني ونافع يومئذ صغير لذلك علماء الحديث قرن هل تقبل رواية الصغير إذا رواها في كبره خطر ميم قر يصعد الضبط أين كانوا يشفى السورة دين مش دي قرارة فهم رامي عند كبره وبلوغه سن الرشد كمال الرشد وتأكده من صحة دقة ما رأى يروي الحديث صفي أتصن الصحابة ابن عباس يا غلام زمان لو عند الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام يهضر الغلام الغلام كيما مقره يروي شنو النايد اسمي مزيق صافي يروى اما ديجا ميم فينا الماكله وكذا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يهضر وكروز السقار سم الله ما تشلين بسم الله دار سي تصرف قاسي مزيق وين ودن قرا بسم الله مريم 40 سنه ودي قرا بسم الله هذه صدم فوض بصي بلاك بسم الله ولا الحمد لله ولا شي ثناك وكذا تتولم يا اخي واضح بسم الله يا غلام سمي له وكل بيمينك سيفوس وكل مما يليك خطر هذه العاده تكتسب منذ الصغر ما واقش شي يقول في ابيبريكان يتسمى غوكسيا وسيا سي نورمال لكن مما راه يبغى يتسمى
ما تفهم من ساعة 50 سنة 60 سنة يزدي تورني مليار غير يزدي تورني خاطر لي يزدي تورني مين سمي يزدي تورني الياورت يزدي تورني سمي مشطوحة كذا مثليس اسمي مقرضي مليار اي كان الفرق مين مزيد 100 فرق مين مقرضي مليار عادي يتسوى ياكل نورمال وديفان وما يهموش وتسلي وتسوى عادي نورمال. اذا وسئل مالك عن المسح على العمامه والخمار. قبل ان نكمل حديثي اذن في اشكال واحد اخر اللي هو روايه الكافر للحديث بعد اسلامه. على جماعه الخير ايه الصغير قفلمت سميم الزي يوالا يسلان النبي صلى الله عليه وسلم سميم قرية رواد في قناة سميم الزي غوالا غنغزري غنغسلي نقبليه يبالي ولاد الكافر يسال الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم سمي ولاد الكافر نقبل روالي سيفان مي يسمي والدي نسلم نقبل الخطر نقبليه نعم بس سفيان ما في يروي قصة مع هرقل في الوقت النيه هذا كافر هذا مشرك اسمي غادي نسلم قبليت الرواية نقبل رواية الصغير عند كباره ونقبل رواية الكافر بعد إسلامه. شوفوا هذه القاعدة بعد إسلامه خطر غادي نسلم صافي يكون بالنسبة لنا ذا الإسلام نسيت نقبل وإلا كيف نقبله. إلا إشكال واحد آخر مسح الرأس إما إلي يوليد سوم نحتاجها نظر سي الحديث شحال مازال الأذان الله يبارك حديث 69 وحدثني عن نافع ذين حديث وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار إمام مالك مباشرة سئل فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة لا يرجز ولا تمطوث برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. إما إلا شو يقصد ذي ما إلا صلى وقد نسي مسح الرأس يغلظ يفك اللوظ يمس يتسون قروس يروح يزول أسميت كفا الظلت يمكتد إلا يعيد الصلاة يعيد الصلاة. ذاك في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إذا نسيه وتذكر أثناء الوضوء يا أخي يوض ساق الروس يتشوث يديباسيث أبري شاد يسن بعد مسح الرأس شاد يسن أذنين من بعد القدمين رجلين إما إلا كان يبوض صدر يفوس إمشتاد يناد تسوغ مسح الرأس شريخ ذاكي يمسح رأسه ويعيد الأعضاء التالية تحقيقا للترتيب يعني زمان الوضوء خطر ونون زرارة قاسية وإذا كارو في راكو وليش أرو في راكو أرو في راكو إذا تسيدي تسوين الوسواس كل شيء أرو في راكو أرو في راكو حين أخويا اللي خاف سلم قرنك اللي خاف سلم اللي خاف سلم ماشي دي الفقه الفقه تاع هذا لا تبطلوا اعمالكم اليس كذلك وثقي مثال كما موضوع التيمم مثلا الانسان لم يجد الماء ولا مثلا مثلا غيتقلي بفمان ولاش يبوض وقت يقاد الوقت نزارت هذه فات شاري خدم يتيمم غلا ولاش لم يجد ماء نقدر ماشي ماشي غير في زي وزو نرتاحونا نو عنده يدق لا عنده ولاش يلا يكرا يتيمم لقوله تعالى تيمم صعيدا طيبا تيمم وشرع في الصلاة ابن تظلف أي تظلف مثلا العصر يقول هدي لحق المغرب من بعد مثلا مثلا يضرب اللي ساعة مشكل بامان يروح يذلم يفامان يسدد توص أسينو في غمان يفامان ماذا يفعل ذلك هل الذي حفظ الظلف يسمع لا يقطع صلاته يخاك يزمرك هنا ولدي في القاعدة دي قرن إذا حضر الماء بطل تيمم قبل الشروع في الصلاة بارك الله فيك. إذن لانت ثقيف في التيمم أثنى نفكاد مدام إذا تظلت بالتيمم فلا
يتوقف لا يعيد لسببين. السبب الأول ما هو؟ السبب الأول الحجة الأولى، علاش ما يعيد الصلاة؟ ترى في التيمم ولكن وجد الماء يسده أمام، قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. والحجة والحجة الثانية ما هي؟ لا، لأنه دخل، بارك الله فيك، دخل في العبادة بوجه مشروع ليغال ليجيتيم ليغال. خطر انتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية ولا شامين روح صارت صافي اسمي يكشم يكشم لا لا يطلع. ولكن لو كان من ما نفهم القاعدة قد يثورة إذا حضر الماء بدل الطيمم، ما إلا قبل ذي فتصليت يفغم هذه النار هو التيمم نينيك هذه روح. خطر من نواقض التيمم ذا شوث الماء، خطر نواقض التيمم هي نواقض الوضوء كيف كيف، ولكن نواقض التيمم عندها ناقض زيادة ما هو؟ وجود الماء. في قاعدة فقهية تعلموها اسم ما ينقض الأصل ينقض البدل. الوضوء أصل والتيمم بدل، ما ينقض الأصل ينقض البدل، قاعدة فقهية معروفة. ومع الزيادة أن التيمم ينتقض بوجود الماء إذا حضر الماء بدل التيمم، سبب زيادة على الانتقاض. الآن احتمالات نسيان مسح الرأس، يوم يتسو مسح الرأس، مسح الرأس ما إلا أثناء الوضوء يتسوث من النادي بالصدر يفوس إمكتاد وريت فارس الوضوء لا يبطل عمله أشار يخدم يمسح رأسه وبعدين يعيد الباقي لتحقيق الترتيب، ترتيب النواذ في الفيروة أكا. إما إلا الميكفى الوضوء يفغ يفغ كان يبضل ميرو هذا يشمل جماعة إمكتاد أشار يخدم أذ يغال يمسح الرأس، خطر إذا كانت المدة قليلة يسيرة أذ يمسح الرأس ويكمل يعيد الباقي الأعضاء مازال أثني كمل حفاظا على الترتيب. إما إلا تذكر نسيان مسح الرأس بعد مدة وجفاف الأعضاء يكاو ذاين ذاين مجتهد يقيم يتراجو باش إقامة صلاة أي مجتهد اش راه يخدم؟ يمسح الراس فقط ذاكي خاطر المده وين قبل ذي نشف مازال، ولكن ثلاثين كاو ثاين يمسح الراس فقط وما يكملش من الباقي. ثم يطرح مشكل الموالات الفوريه، الموالات مطلوبه ماشي ولا ذي سيري فاسنيس أبرا راح يسوي شوية القهوة من بعد ذي يغالي يميس أبرا نو لازم الموالات اللي عرفي يقشم ذي اللوضو وذي روا تجي قانس الموالات مع الفورية جوست أبرا سقوغر وسقوغر وسقوغر صافي تجي تروح ثوري كيما كنت دنيغ باللي يمسح ولا كون ذاكي ذي تشوط بما اللي يخدمك يكفي يمسح ومن بلا ما يوذي الثياب ذاكي دين ذي الموالات تندث الله أشيني قرر الفقهاء ما يلي ند الموالاة فريضة مطلوبة مع القدرة والتذكر، مع القدرة والتذكر، وتسقط الموالاة مع النسيان والعجز، مع النسيان والعجز أتفضيون عاجز يهلي شو كذا والزميرة دي حافظة فوضام الشيني بسرعة إيه سير الضرا يقول لك تصور لما يطول. إذا شوفوا ثلاث القاعدة، الموالاة مطلوبة ولكن مطلوبة مع القدرة والتذكر، وتسقط مع الإنسان غير مطالب، تسقط مع العجز والنسيان. ما إلا يوان يزول ألميك الزول الاحتمال الرابع سيدي بروبابيليتي، ما إلا ألميك فتظليت يمكتد باللي لم يمسح رأسه. الجواب في حديث الإمام مالك وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة،
هذا يعود الظليث. الباب يديه دون جماعة الخير ويديه دون مهم جدا، باب ما جاء في المسح الكفين وغيرهم من الأبواب، وكذلك في الرعاف وغيرها. نعم تبوك الله يصلي وحده فرق. آه نقولوا له ضرر بس ما يحوش صلاة الجماعة لازم يسهل دراسه مخبر، وفي حد ما راح يصلي وحده عليك نور، حتى ولو يصلي وحده، حتى ولو يصلي وحده ماشي غير مربوطة بإدراك صلاة الجماعة، حتى ولو كان يصلي بمفرده. هذا هو الفقه المعتبر. يقيم داية مثلا، أكيد ربما كثير مسيحيين أخويا اللي خاف سلم كل شيء خدمة كومبلي، والحرص على كل شيء كومبلي سمحتي بغير فقه، أكيد مطلوب الإنسان يحرص على أداء طاعته على أكمل وجه مطلوب، ولكن الحرص بلا فقه يؤدي إلى فتح باب الوسوسة. أتطوثك ولا تصمد دنك إن كان خدمة الوضوء إنه طب ذي خدمة ذي خدمة ذي خدمة ذي خدمة بيجا ذي الغسل إكني وقيلة يقيم بدن سادي لا دوشنا بلك ذي الفحر ما نويسان دي لا يقيم دو قيلة يوصل بارتي ذا قير ثو يثو وتيض نارا ومان هذا غادي ما فيش من الوسواس. أذي يغل الوضوء أهو كين وقيد الوضوء الشيطان في قراءة عود ياسع وقيد الوضوء عيوذ 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 لكن شم ذا غادي الظليف أهو سن الفاتحة تدغض مليح. قل هو الله احد، قل هو الله ولم يكن له كفوا احد، كفوا نقي وقيل ما كاينش منها سليغ الشيخ غادي يقرا كفوا احد انت القراءات وفتحت ابوابها في سوره الزمر ها وسيق الذين كفروا كذا وبعدين فتحت ابوابها انا سليغ الشيخ غادي يقرا فتحت ابوابها صافي داغ الجهل بالقراءات داغ الجهل كذا اكي كيشمل الوسواس اكي كنخدم على الطوب تعاود يتعاود ابري الشيطان تطف سواسوا هذه غلطي اللي قيدي كل حاجة سيكشم ذيك الشك ما ذا الوضوء يشك ذيك الوسواس ما تظل في تشك ويتعاوذس ما إلا ذي الغسل كيف كيف ما ذا رمضان ذا كيف كيف فتايا رمضان اللهم بلغنا رمضان أكينا ساقي ولدي في الفلز كان يتشرب يتسالي نتسادر يشك يتعاوذ نعم دي بسي وني رمضان 30 يوم يعاوذي 20 يوم أي غير إنك هو كيف غاد خدمة رمضان يواسوس دو تيار يعاوذ اسم طبعا الوقيد دوتير باسكو الشرباتك ولا ذلاتيك ولا ذي فلفل طبعا وقيد ذي الوسواس. الوسواس يبطل العبادات وربي النات من شر ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يحفظكم ويستركم وينصركم. ثيم الليث بعد 15 يوم ان شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمه الله.